بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني أخواتي متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من هنا من العاصمة الفرنسية باريس في ضيافة مغاربة العالم من مدينة أنيال. مرحبا بكم. مرحبا. ما البيت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحما دمت منتدى وحما عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى لب نداء في فمي وفي دمي هواك ترى نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. أن غدرت الصمت ديال مغاربة العالم حول الواقعة اللي عرفتها أن العاصمة الفرنسية باريس، واللي من خلالها أقدمت واحد السيدة بحرق العلم الوطني. هذا الشيء اللي جعل مغاربة العالم يستنكرون هذا الفعل الشنيع، ومن أجل هذا أن غدر التصريحات ديال مجموعة من المغاربة. بداو الأخت نعيمة الدمناسي. وي السلام عليكم، أهلا وسهلا أختي، كنحترمك وكنحترم الناس اللي كانوا معك في ديك الوقفة، ولكن كنظن بلي كنتي غافله شي شويه وصرتي كبش الفداء. على اي، انا ما نغفرش ليك وما نسمحش ليك وما نسمحش حتى لاي واحد كيف ما كان يكون مغربي او غير مغربي يتعدى على الوطن ديالي ولا على الشعب ديالي ولا على الملك ديالي ومن بينهم الرايه المغربيه. وحنا جدودنا والدينا كانوا مقاومين وماتوا من اجل هذيك الرايه باش تجيو نتوما اليوم ولا تجي انتيا ولا اي انفصالي ولا اي شلاهبي وحرقها بديك الطريقة. أنا لن أسمح ولن نغفر، وغادي نرفعوا دعاوي عالمية وفرنسية ومغربية باش نعرفوا فينا تفصل هذه القضية، باش حتى شي واحد ما بقيش يتجرأ على العالم ديالنا ولا على الملك ديالنا ولا على الوطن ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مغربي وأفتخر. إن من حرقت علم المغربي في باريس لا تعبر إلا عن حقدها الشخصي على بلدها وتصفية حسابات ضيقة لتخدم مصالح مواطن أحرار. من المغاربة والمغربيات من شمال المغرب إلى جنوبه قدموا تضحيات كبيرة من أجل استقلال المغرب ووحدته الأرضية ونمائه وتقدمه، وأن من قدمت عليه تلك الخائنة هو تصرف جبان أرعن لا علاقته ب حرية التعبير ولا بالوطنية ولا حب الوطن ولا بالدفاع عن قضية مانية. فالعلم الوطني المغربي رمز من رموز السيادة المغربية، وهو جزء من هواتنا. أن حبه الدفين لكل مواطن مغربي، وهذا الأسلوب المستفز لا يمس بلحمة الوطنية والعلاقة الوجدانية التي تربط مغاربة العالم بوطنهم الحبيب ملكا وشعبا، ولا يمكنه أن يمسح تضحيات الكبيرة التي قدمتها وما زالت تقدمها مختلف الأجيال المهاجرين المغربة في سبيل الدفاع على وطنهم الحبيب. فنان سعيد فلامينغو. هادشي كان يعني كأسف كتير للشعب المغربي، ولكن المغرب عنده سيادة قوية وبلد قوي بالتاريخ ديالو بالراية ديالو، وديما مغرب وديما مغرب. الله ينصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهنا كيوحدونا باش نقول لكم باللي انكم كتوحدوا المغاربه، والمغاربه معروفين عندهم تاريخ. تبارك الله عليكم. اولا نقبل كل شيء ودينا باشد العباره قوه هذا العمل الجبان، لان من وراء السيده هناك مجموعه هي التي دفعتها لذلك، ومن وراء المجموعه جهات أخرى. نحن نعرف من هي الجهات الأخرى التي ساهمت في حرق العلم، وهذه المساهمة ما هي إلا جريمة نكراء هي ضد المغرب،
ضد الشعب المغربي، ضد دماء الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل تحرير بلدنا. أظن بأن هذه المجموعة الآن أنها قد أحيت التلاحم المغربي بين جميع المغاربة من الريف إلى القويرة، ومن وجدة إلى أقصى 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 نقطة في المغرب من التراب المغربي. أعتقد بأن هذه الجريمة لا يمكن أن تغتفر، وموقفي وهو الإدانة الكاملة. شكرا. السلام عليكم. أنا مغربي، أنا مغربي، وعلى بلادي ما نفجر، وعلى بلادي وببلادي نفتخر، واللي مس بلادي نرميه بقطران وبدم وبحجر. أنا كنقولها في العلانية، هاد الأمر الشنيع وهاد الأمر الخطير اللي وقع، وهاد صور جلالة الملك التي تدس، وهاد الراية اللي تحرقت، والله ثم والله ثم والله أن الإخوان اللي حاضرين والله ما تدوز هكاك، وهذا ما غادي يجيدنا إلا حب في الوطن ديالنا، إلا حب في الملك ديالنا، إلا تضحيات. إحنا مغاربة ليسنا بمريقية، نحارب الفساد، نحارب الظلم، ولكن الوطن وطن، واللي مس الراية الوطن ديالنا واللي مس الوطن ديالنا غادي حنا غادي نوقفوا ليه. أنا هاد الناس هادو خصهم يعرفوا الآن، علنوا بأن الوطنيين غادي يخرجوا في أنحاء العالم يقولوا عاش الملك، وتقولوا هادي رايتنا، هادي رايتنا ما يمكنش تقص، لأن إلا قاسها قاس أمي، قاس با، قاس خويا، قاس اختي، قاس الوطن ديالي العزيز. هادي حبنا وعليها كنضحيو وعليها غادي نموتوا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مغربية وأفتخر. الراية المغربية خط أحمر، ما نبغيوش وما نسمحوش اللي يحرقها مهما كانت الظروف. حب الوطن واجب، واللي كيدير هاد الأعمال اللي ما ليها حتى معنى، اللي سخيفة، اللي قاسية، قاسية علينا احنا ما قدرناش نتحملوها، يجب عليه يتعاقب، خصو يتعاقب. والمغرب، المغرب قوي بملكه، قوي بتاريخه، قوي بالشعب ديالو، وقوي بالشعار ديالو اللي هو الله الوطن الملك. السلام عليكم. عاش المغرب والله الوطن الملك. السلام عليكم. دونك ما متفقاش مع هاد الاخت هادشي اللي عملات، بان العالم المغربي بانه راه حرقت المغاربه كاملين، ماشي غير دونك شو با داكور افيك ال. السلام عليكم. صراحة الوجود ديالي شخصيا هنا مع الإخوان ديالي هنا في بباريس بأنيير هو للتنديد بما بالفجعة اللي عشناها كاملين بعد إحراق العلم الوطني المغربي هنا بقلب العاصمة الفرنسية باريس. إحراق هذا العلم هو إحراق لقلوبنا جميعا كمغاربة أينما وجدنا. نقدر نقول لكم هو أنه ربما دار السحر على الساحر، فبعد ما بغات باش انها تشتت المغاربه استقنات لحمنا اكثر. وحنا كنقول لاخواننا في الريف رحنا معاكم قلبا وقالبا في جميع يعني المطالب ديالكم المشروعه واللي عندكم عليها يعني كطلبوا بها مشروعه لكم، رحنا معاكم فيها وغنطالبوا معاكم حتى حنا باش تحقق. وحنا مع اطلاق سراح الاسرى يعني اللي تيكون يعني اللي نقدر نقول مثلا مظلومين الى اخره، والعداله راه دايره الدور ديالها، ما يمكنش ندخلوا في العداله. من غير هادشي كنزيد ناكد للمغاربه ان الاجتماع ديالنا اليوم راه هو اجتماع من اجل ان شاء الله واحد الوقفه لرد الاعتبار لهذا العالم الوطني اللي تحرقنا في باريس. وخصو يكون هذا الرد الاعتبار خصو يكون في باريس، ماشي يكون في شي دوله اخرى او شي مدينه. حنا بغيناه يكون في باريس، وان شاء الله غتكون وقفه ناجحه وغنكونوا يعني راهن الاشاره ديال الوطن، راهن اشاره العالم. وجميع المغاربه من هنا كندوز لهم النداء باش يكونوا حاضرين معنا في التاريخ اللي غنعلنوا عليه من بعد عما قريب ان شاء الله. وشكرا. سي حصحاص. السلام عليكم. محمد حصحاص من باريس. انا في هذه الوقفه هذه ان شاء الله
كنستنكر داكشي اللي دارت الاخت، واخا هي نقولوا غلطت، ولكن ماشي انسانه وحده اللي غادي تقلب لنا المغرب كامل. ما يمكنش هذاك لو جيست ديال هذا ديال احراق العالم يفوت يدوز هكا بلا ما بدون صدى. المشكل اللي وقع هو انها غلطت، دارت اننا التفينا حول هذا المشكل اللي وقع، ودابا خارجين الجمعيات كاملين في اوروبا، خارجين الجمعيات كاملين في المغرب. مع هذا غادي نزيد نقولها كبيره، الله يرحم الوالدين اللي جعلتينا باش نلتفوا بيناتنا ونجتمعوا ونوقفوا ندافعوا على المغرب ديالنا. زيدوا الا عندكم ما تحرقوا غير حرقوا، حنا زايدين في الالتفاف. السلام عليكم، انا مغربيه وانت من مدينه الناظور. لهذه السيده هي بانني منين لقيتها بنت الناظور وريفيه صراحة، لأن الناس ديال الريف والناس ديال الناظور معروفين بالشهامة ديالهم، بالرجولة ديالهم، كان بنسائهم وبرجالهم. وهذا الشيء اللي درت هاد السيدة هذه خلاني أنا بعدا نحشم أنني نقول بنت الناظور، لأنه الناس ديال الناظور كلهم ما غاديش يعجبهم الحال على هاد الشيء اللي درت. وبحرق الراية المغربية راه حرقت قلوب المغاربة كاملين، وحرقت صغار وكبار، وحرقت شباب وشابات والناس الكبار والناس الصغار. لهذا كنطلب من الجالية المغربية المقيمة بالعالم أنهم يكونوا معنا في الوقفة الاحتجاجية بهذا التصرف اللي درت هاد السيدة هذه. وعاش الملك، والله الوطن الملك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا بالنسبة للواقعة الفاجعة ديال إحراق الوطن العلم الوطني في باريس، فهذا عمل يعني يبقى ضعيف القيمة أمام دولة ذات سيادة، أمام دولة قوية، لأن كما تقولوا في القانون الدولي سيتاني تاناسيون لو ماروك، يعني عنده مؤسسات ديالو. التليفون ديالي ما حبس الشيء بحكم المهام ديالي في باريس من الإخوان اللي من ريافة من الناظور الأحرار اللي كيتبرؤوا من هذه السيدة هذه. فهذه ما حرقت شيء العالم ديال الوطن، إنما حرقت الأصل ديالها وحرقت الأرض اللي تقدر ترجع لها، فهي قد أصبحت دون موطن في هذه الساعة اللي كنهضروا فيها. فهادو شرذمة قليلة مغرر بهم ومستقطبون من جهات التي لا تريد خير للوطن. لهذا نقول بأن يجب تحصين الوطن من الداخل والخارج، وإعلاء كلمة العدالة حتى يصير العدل في المغرب في أعلى صوره، ويصبح فيه الملك قائما بذاته، ولن نسكت عن هذا الأمر، نحاربه داخليا وخارجيا. السلام عليكم. ندوز الآن سي سعيد. الله أكبر، 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 الله أكبر. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة. مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء، مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله 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 الله. مسيرة أم وشعب بولاده وبناته، شعار هاسم وحب والغادي سعدته. مسيرة أم وشعب بولاده وبناته، شعرها سلم وحب والغادي سعدته. الله 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 الله
الله الله الله الله حاملين كتاب الله وطريقنا مستقيم حاملين كتاب الله وطريقنا مستقيم إخواننا في الصحراء إنساننا الرحيم بعد فلسطين الصحراء أبوابها مفتوحة مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة فيها أمن وسلام تاريخ مجد الوطن لا حرب بلا سلاح معجزات الزمان فيها أمن وسلام تاريخ مجد الوطن لا حرب بلا سلاح معجزات الزمان الله 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 العيون عينيا الصافية الحمرا ليا والواد وادي يا سيدي والواد وادي والواد وادي يا سيدي والواد وادي نمشيو في كفوف السلامة الله والنبي والقرآن معانا نمشيو في كفوف السلامة الله والنبي والقرآن معانا الله والولي يقين سابقانا الله والولي يقين سابقانا وإلا نكون غادي الجبار على بلادي يا سيدي وعلى بلادي وعلى بلادي يا سيدي وعلى بلادي العيون عينية والساقية الحمرانية والوادي وادي